جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. المستمع مصطفى عبد الوهاب حسن بكر بعث يسال ويقول: حدث ونحن نصلي صلاه العيد في الخلاء ان انقطع التيار الكهربائي ونحن في السجده الاولى من الركعه الثانيه، وكنا نصلي في اخر الصفوف، فلم نرفع من السجود الا بعدما سلم الامام، حينما كبر احد المصلين لما رانا، فحدث ان هناك اناس كثيرون قد سلموا وترك الصلاه ولم يكمل السجده الثانيه، واخرون مثلي سجدنا السجده الثانية وقرأنا التشهد ثم التسليم، ما الحكم حينئذ يا فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا؟ الذين سجدوا السجدة الثانية وأتوا بالتشهد ثم سلموا، هؤلاء صحت صلاتهم وأكملوها والحمد لله. أما الذين سلموا مع الإمام ولم يسجدوا السجدة الثانية، فإن كانوا ذكروا قريبا فإنهم يأتون بركعة كاملة، فإنهم إذا ذكروا قريبا وهم في المكان فإنهم يسجدون السجدة الثانية، لا يأتون بركعة ولكن يسجدون السجدة الثانية ثم يأتون بالتشهد الأخير ثم يسلمون ثم يسجدون سجدتي السهو بعد السلام، وإن سجدوهما قبل السلام فلا بأس. أما إذا لم يتذكروا إلا بعد مدة فهؤلاء يجب عليهم إعادة الصلاة كاملة، يجب عليهم إعادة الصلاة كاملة. نعم.